واحتفالا بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش الذي يصادف اليوم، رعى الملك عبد الله الثاني في صرح الشهيد الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة، وقلد الملك الأوسمة والميداليات لعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد من القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك والجرحى والمصابين العسكريين، تقديرا لعطائهم المميز وتفانيهم في أدائهم لواجباتهم. على صعيد آخر، أكد الملك على أهمية تحقيق الإصلاح الشامل، وخصوصا في بعده الاقتصادي الذي يوازي بعده السياسي، لمواجهة الظروف الصعبة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى دار رئاسة الوزراء اليوم. وبمناسبة يوم الجيش والثورة العربية الكبرى، حلقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الملكي في سماء عمان، وقدمت الطائرات التي قدر عددها ب12 طائرة استعراضا فوق سماء العاصمة على مستويات منخفضة.